بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو. انا مش بصور حمام كتير لان مش بربيه كتير، ودي غيه ابني مش غيتي. هو بيدفع بصراحه فيه كتير وبيكلفه كتير. الحمام ده طبعا انواع من الغالي مش من الرخيص، فعلشان كده هو بيبيعه للغواه مش بيبيعه للاكل، لان حجمه بيبقى صغير. شوف حجمه قد ايه، الاحجام بتبقى صغيره. وفي برضو احجام كبيره بس مش زي دي. انا بتهيألي الصغيره بيبيعها اغلى من الاحجام الكبيره. طبعا انتوا كنت صورت لكم قبل كده الحمام من السلاكه، كانت في البيت الارض اللي عندنا هناك، لكن احنا جبناها دلوقتي في الحظيره والحمد لله رب العالمين. بدات تشتغل وحلوه اهو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين ما شاء الله تربيه الحمام تربيه جميله وربحها سريع. وبس عايزه بقى عنايه، وعايزه حد فاهم فيها، مش اي حد بيفهم في الحمام. اسيبكم بقى من الانواع وكده، لا مراعاته، يعني الرعايه بتاعته عايزه رعايه. يعني الحمام زي ما يكون بيتكلم مع صاحبه وبيفهم صاحبه. يعني انا لما بدخل عليه شوفوا مش بيجي لي كتير اهو، لكن ابني لما بيدخل عنده زي ما يكون يعني عارفه بابا وصل كده. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هو مشروع مربح جدا 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 للي يشتغل فيه. بس هو علشان ايه؟ ابني غاوي فشغال في اللي هو الحمام اللي هو بيبقى اسعاره عاليه. يعني شوف الجوز ده شكله حلو، هو على فكره شبابات ماهوش كبير، بس ما شاء الله منتج يعني حلو ما شاء الله. الكميه دي احنا كنا تخلصنا من كميات كتير لانهم هدوا عندنا ابراج الحمام، فكل حد بقى عنده برج حمام وعنده حمام وكده جابوا في الحظاير علشان ما يبقاش مخالف للقوانين، ولا يعني علشان يعني ما حدش يقف قصاد الصح. يعني لازم كلنا نبقى مع الصح ومع الحق. المناطق السكنية ما يترباش فيها، احنا طبعا كنا مربيين في منطقة سكنية، بعد كده رحنا نقلناهم في الحظاير اهو. بسم الله ما شاء الله واشتغلوا وحلوين قوي جدا، يعني حلوين جدا بسم الله ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. ما رضيتش اصوره لكم اول لما جبناهم، انا كنت قلت لكم ان هم ان احنا نقلناهم بس، لكن ما قلت لهمش ما قلت لكوش ان احنا ايه ان اشتغلوا مكلم من ده. لكن بسم الله ما شاء الله مشروع مربح وجميل. انا لما اروح من بعيد كده هتشوفوا طبعا، عشان هو في الحظاير عامل هب، هو ابني معتني بيهم بصراحه، بيطلع لهم الدرج ويشفط لهم الريش اللي انتوا شايفينه ده كله. يعني احنا مش بنمشي الا ما بنخلص الموضوع ده كله. ما شاء الله احنا كنا جايبين يعني كميه قليله، لكن اشتغلت ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وبعدين الاكل اللي بنحطه له مش ذره مش علف مش معرفش ايه، لا بص ما شاء الله يعني على سهوه كده. بسم الله ما شاء الله، يعني شوفوا حاطين حاجه اسمها كلفه. الكلفه بتبقى ايه؟ يعني جميع الحبوب. شوفوا حبوب مشكله ازاي، بسله على ذره صفراء على ذره بيضة اللي هي العويجه، على فول، على كل حاجه يعني تتلاقيها مشكله. ده هم كده بعد ما اكلوا وسابوا الاكل ده الباقي بتاعهم، يعني هم اكلوا اللي بيحبوه منه. وطبعا مش ناسيين الفرشه دي بتاعه التحديقه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. بصوا ما شاء الله، دي التحديقه اللي احنا اتكلمنا عليها من زمان من زمان لما كان الحمام عندنا هناك في العرب، في المنطقه اللي هي ايه المنطقه السكنيه. احنا برضو بنفرش لهم التحديقه دي، بيفضلهم ايه ينقروا فيها، بتخليهم يبيضوا كتير، وبيتخلي البيضه طالعه القشره بتاعتها ناشفه وجامده وحلوه، والحمام بيحصي على طول وبيبيض وبسم الله ما شاء الله. موضوع التحديقه ده يا جماعه حلو قوي قوي قوي. رمل عليها تحديقه، عليها اللي هو اللي عارفين العظمه بتاعه السيبيا اللي بتقول عليها صبيطه، دي العظمه دي اصلا بتطحن ناعم خالص زي البودره، وبتتحط في التحديقه دي. والصدف برده بيتكسر وبيتحط في التحديقه. فهو بسم الله ما شاء الله يعني ايه لها، يعني لها فوائد، بتقوي عظمهم وبتقوي البيضه بتاعتهم، بتخليهم يحسوا بسرعه كده. احنا طبعا فاتحين الباب اهو،
ماشي، والباب وعندهم الشباك اهون والدنيا حلوه متهويه، لكن لما بنمشي بنقفل الباب بس وكله مفتح، بس عاملين سلك عشان ما فيش اي دواب تدخل لهم عشان نحافظ عليهم، ودول بس برضو بيبقوا ايه امانه في رقبتنا، ف هنسأل عليها لازم نحافظ عليهم. يعني عندي لو لا قدر الله فار ولا حاجه دخل اكل زغلول، انا بحس ان لو اكلوا يعني يبقى انا اللي قتلاه لان انا ما حافظتش عليهم. ماشي يا حبايبي، ده كان فيديو الحمام، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، عشان اللايك بينشر الفيديو بينزله في الاقتراحات، وما تبخلوش عليا بقى بالاشتراك اللي مش مشترك عندي. شكرا ليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.